إذا قعدت تستني في ولادك هيك نص ساعة برا، قال بيقول لي يلا وين انت جاهزة؟ أجاني، قلت له أنا جاهزة وهيني طالعة يا محمد، بسم الله الرحمن الرحيم تكمل، عشان بدي ياخذني أجيب غرض يعني من السوق، وبفكره طالع، بفكره برا، طلعت بدور بدور له فيش حدا برا، هي بنطر قاعدة، برضه لساتني بنطر، تفضل. فيش بشاير لسه انا جاي، هي غرفته مضوية، هذيك غرفته الفوقانية، فيش بشاير انه اصلا اجا. انطر يعني هال. ما شاء الله الجو تحكوا عنا اليوم ربيع لصيف، يعني ما شاء الله بجنة بجنة. اخيرا شرف الحمد لله محمد، نشكر الله ونحمده. صباح الخير. صباح النور. انت صحيح ما انه قلت الكوش محمد نايم طول النهار ما شاء الله لا قوة الا بالله. محلنا نشتري بنطلون، بشوف بدي افرجيكم هاللون ما احلى، طلع هذا اللون ما احلى، كثير حبيت هذا اللون، بس حلو هذا اللون بس ما فيش شيء زي ما انا بدي حجم، شو رايك حلو او هذا الاخضر حلو؟ اتس نايس. انت اتس نايس بقولي او هذا حلو كمان، بس نلاقي بلوز تيجي على لونه اصلا، ترى اول شيء الاقي البلوز بعدين اجي الاقي البنطلون، هذا البيج حلو كمان، فبتعي نشوف اذا في بلوزه بيج بيج مش ابيض، بدي الاقي بلوزه، ما انا بدي بلوزه طويله. ها ابيض ديش ابيض محمد، اخضر حلو. ها فيش هذه بيضه البلوزه، طلعوا الالوان احلاها حلوات الالوان. تعال للاسف ما هي طلعت الاخت هذه ام الصح النايكي بتدعم، فبنروح ندور على ماركه ثانيه. أندر آرمر بجد؟ طيب يلا أندر آرمر تدعمش، نروح على أندر آرمر. يلا والله هي أندر آرمر، هذا اللون حلو، طلع هذا اللون أحلى، هذا بتدعمش الماركة قبل أندر آرمر بدعموش هذول. يلا ندور من عندهم. وهي لقيت البلوز اللون اللي حبيتها، هيها أجيب هذا اللون. يس حلو هذا اللون، حلو والله حلو هذا اللون. خلاص شو رأيكم؟ شوف لي هذه حجمها قديش، عشان لازم تكون كتير طويلة. سمول سمول سمول. طب هات افتح لي هذا شوف حجمها. يلا هينا نشوف. ما هي عشان لازم تكون واسعة، أنا بجيب حجمين أكبر، يمكن تكون بديش تكون قصيرة. يلا شوفها. يلا يا محمد افتحها أشوف طولها، أشوف طولها، لفة علي لازم أشوف الطول تبعها. طولها كويس؟ كبير علي. طولها كويس هيها. لا طولها كويس. طب يلا نطول بنطلونها، هاي بنطلونها غاد. ها حطها على ظهري، شوف لوين بتصل. نزل مش هون كتفي، كتفي هيو، نزل على كتفي هيك. شوف يابا كويس، معناته يلا هيك بنقيس. ما فيش شي بنطلون سمول. شوفه افتحه، افتح البنطلون هيك. لا مش كبير، سمول سمول. لا تمسك العلاقة محمد. لا كويس، لا مش كبير، كويس. شفتوا مسرعنا صح؟ هم سريعين. الله يبالله ربي، والله ما طولت والله، صدقوا على السريع اني ما طولت، بس هم بيحبوا هالولاد يتشكوا. اما هم لما بروحوا على محل يا ماما طول روحي عليهم. كيف حالكم؟ اشتقت للطوطة الطبيب. بسم الله الرحمن الرحيم. بلشنا نحط الروس، اخليه يبرد طبعا اكيد، مش راح احطه هيك. طبعاً الأولاد يعني بفرده هيك شايفين، عشان لما يطلعوه من الفريزر ما يتغلبوش. بحط لهم كل طبخة هالقد، بحط لهم في الكيس، تخليها برا شوي تبرد 100%. ولو نقص عليهم يعني برجعوا بفلفلوا يعني رز، بس انه اهم اشي
أولها على القليل يكون يعني كل شيء جاهز. زمان كانوا في العزايا يستخدموا هيك ليحطوا، ما يستخدموش الكفكير عشان يعني تمدش مع الواحد. كملت فرحتنا. هلا بقول ابو احمد ابصر شو مالها النشافة فقط الجاب اللي تشتغل. الله وكيلكم يا الله يستر على شو اسمه حوجه هالسفرة. والله شفتهم هدول كلهم مضويات فقدتهم انا. بعد عندي غسيل فيها بدي انشفه وغيرته. كانت شغالة وقفت وهي تشتغل يعني، كانت شغلتها قبل ما طلعت على هذا قبل شوي. رجعت بقول هي بلكي ناشف شكلها طافي، اكيد نشف الغسيل، رحت اشوف اللي هي مش شغالة. خلصنا. ثلاثة سبعة. يلا هي سبعة جاهزات. الرز في الثلاجة 8. خلصنا. هلا بدي اروح اطول الشنطات من الجراج، بس ابو احمد نروح على دار عمي عشان نودعهم. بعدين والله ما انا عارفه امتى ارتب الشناتي، والله ما انا عارفه ولا ايش رتبت ولا ايش حطيت. ابغى احكي لكم هلا قصه النشافه، هذا طلعت لنا في السحب الجديد. عادي انه اواعي بدي اياهم في النشافه، مش عارف شو تسوي. محمد يجي معانا. محمد عندك تروح سيارتك ولا سيارتي؟ نورك كفايه. You guys are taking the Corvette. Where are you going? فكرت. طيب يلا يلا بينا. محمد يروح على الجيم. مع السلامه. دير بالك محمد وانت سايق. I love you too. مع السلامه. استودعتك والله. زيت سالته صحي؟ زيت تغير فيه. ابو احمد بيقول لي والله احنا يمكن في الحاره كلها اكثر ناس بنطلع جلكم الله انه يعني زباله. بقول له يمكن كل زلمه عربي بيحكي لمرته نفس الجمله. بتدحلف يمكن كل رجال العرب بيحكوا لنسوانهم نفس الكلمة، والله احنا اكتر عيل بتطلع زبالة في الحي ولا في الحارة، كل زلام نفس الجملة بيستخدموا. طيب شو بدنا نسوي؟ شو نعمل؟ ابو احمد بيقول لي والله احنا يمكن في الحارة كلها اكتر ناس بنطلع جلكم الله انه يعني زبالة. بقول له يمكن كل زلمة عربي بيحكي لمرته نفس الجملة. بتدحلف يمكن كل رجال العرب بيحكوا لنسوانهم نفس الكلمة، والله احنا اكتر عيل بتطلع زبالة في الحي ولا في الحارة، كل زلام نفس الجملة بيستخدموا. طيب شو بدنا نسوي؟ شو نعمل؟ سألوني إذا بحط إشي معين على بشرتي. أنا بستخدم فيتامين سي. طبعا فيتامين سي هي رح أفرجيك إياه بعد ما تكون بشرتك كتير نظيفة. بتحطي منه هي شايفينه. هو السيروم من فيتامين سي، راح احط لكم الرابط من وين جبته وراح افرجيكم الشعور تبعه. هي طلع، راح احط شوي صغير على ايدي هون. طلع هي شايفين هياته البشره، طلعوا كيف امتصتهم شايفين. هي راح اجرب قدامكم شوي صغيره بس. يعني هو كيف اقول لكم، مش يعني مش دهني، ما بتحسي انه زي الزيت ابدا ولا اشي. هياته هذه من الشغلات اللي حطيتها على بشرتي شايفين. هيها طلعوا هاي بس فرجك اياها. هيها فيتامين سي. سألوني إذا بحط إشي معين على بشرتي. أنا بستخدم فيتامين سي. طبعا فيتامين سي هي رح أفرجيك إياه بعد ما تكون بشرتك كتير نظيفة. بتحطي منه هياته شايفينه. هو السيروم من فيتامين سي، رح أحط لكم الرابط من وين جبته ورح أفرجيكم الشعور تبعه. هي طلع، رح أحط شوي صغير على إيدي هون. طلع هي شايفين هياته البشرة، طلعوا كيف امتصتهم شايفين. هاي راح اجرب قدامكم شوي صغيرة بس. يعني هو كيف اقولكم، مش يعني
مش دهني، ما بتحسي انه زي الزيت ابدا ولا اشي. هياته هذه من الشغلات اللي حطيتها على بشرتي، شايفين هيها طلعوا هاي. بس فرجك ياها هيا، فيتامين سي. ليان بنتي أخذت أنين تريح اللي شريتها من التيك توك شوب، وعشان مسافرة دائما بحب يكون معاي هدول الأناني الكتير صغيرة. مرات يعني بتحس رأسك دايخ، أنا يعني هيك بتحب الريحة. طلع رح أجربها معاكو. الله، على فكرة ريحتها كتير زاكي بصراحة، ومش تقيلة نهائيا، يعني خفيفة أو بس إنه جميلة، يعني خف هيك كيف بدي أقول لكم، ريحة مش بدي أقول ورود، يعني ريحة هيك بين ورد وبين إشي مريح هيك ربيع، يعني مش ورد بس نظيف، يعني ريحة نظيفة هيك ما مش قوية. حلو تخليها دائما في شنطتك.